أكيد طبعا. ومن الأشياء يا رؤى اللي هي تكون مرعبة وحلوة في نفس الوقت عطيني. وشر لابد من الإجراءات التجميلية، وما أدراك من الإجراءات التجميلية. يمكن أكثر مشكلة إحنا نعاني منها هي السواد تحت العين أو الإرهاق. مشكلة كل منا اليوم يبحث عن حل، وأكيد حقن الفيلر في هالمنطقة منتشر بشكل كبير والأغلبية هم يسوونه. طبعا في تنبيه، نشر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حذر من حقن الفيلر حول العين، وأكد أنه ممكن يؤدي إلى نقص في الرؤية أو التورم. عشان نعرف حقيقة أضرار الفيلر أكثر لمنطقة حول العين، ينضم لنا عبر سكايب الدكتور فهد الودعاني، أستاذ واستشاري طب وجراحة العيون. حياك الله معنا دكتور فهد. الله يحييكم، مساء الخير جميعا. سمعنا طبعا أكيد مخاطر حقن مادة الفيلر حول العين بالتحديد، هل فعلا هي ممكن أنها تسبب نقص في الرؤية؟ اسمحي لي قبل ما أقول الإجابة هذه، خلنا نكون واضحين. الآن في السابق كان الطب وظيفي، الآن صار الطب التجميلي يتقاسم بشكل كبير أهميته مع الطب الوظيفي. الفيلر والعمليات التجميلية يعني الآن لا أكاد سيدة أو حتى الرجال ما يفكرون يعملون إذا ما كانوا عملوا هذا الموضوع. في الطب ما في أي إجراء نقدر نقول 100% مضمون ما قد يتخلل مضاعفات لا قدر الله. المضاعفات ممكن تكون كثيرة وممكن تكون قليلة. باختصار مضاعفات الفيلر، إذا أحسننا الاختيار للطبيب والموقع ونوع الفيلرز يكون مضاعفات بشكل قليل جدا. الخطورة على العين ليست في المناطق اللي تحت العين اللي مثل ما ذكرتي السواد، هي في منطقة حول الأنف، وهذه المنطقة اللي ممكن فعلا لا قدر الله إذا استخدم نوع فيلر غير جيد أو طبيب غير متمكن من التكنيك قد يؤدي إلى مضاعفات. لكن عشان أطمن السيدات، تراها يعني نسبتها نادرة للغاية، ولذلك إذا حدثت تكتب في المجلات العلمية، فهي نادرة جدا. فإن شاء الله لا. طيب إذا لو نبغى نتكلم على التنبيه اللي نشرته مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، على أي أساس هو مستند؟ على أي أساس هو كان مثلا بيحذر من استخدام الفيلر؟ يعني زي ما ذكرت عفوا دكتور، منطقة الفيلر في الأنف أصلا هي منطقة حساسة، وربما أصلا كثير من الدكاترة ما يفضلوا أنهم هم يحقنوا فيلر في هذه المنطقة. لكن أبغى أعرف الربط ما بين حقن المواد مثلا زي الفيلر أو حتى النانوفات وغيرها لمنطقة العين، مدى تأثيرها على جودة الرؤية؟ طبعا هي ترى فهمت التغريدة بشكل ما هو واضح. تمام. طبعا المنطقة هذه طال عمرك إذا تم حقنها سواء فيلر أو دهون ممكن تحدث كدمات، لكنها تفقد البصر يعني على حد علمي لا يمكن تحدث إلا لو لا قدر الله صار التهاب خطير وأدى يعني بطريقة يعني بعيد جدا، أو أنه تم حقنها بطريقة خاطئة. صحيح. طبعا الآن في الوقت الحالي أطباء المتمكنين حتى الفيلر صار يحقن عن طريق كانولة معينة. صحيح. بنسبة قليلة تؤدي هذه المضاعفات، نسبة قليلة جدا، فتطمنوا إن شاء الله ما في إلا العافية. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا من الأشياء كمان اللي حذر منها مستشفى الملك خالد التخصص للعيون، حذروا من استخدام أدوية الكورتيزون. طب هو كيف يعني اليوم يكون في علاقة بين صحة العيون وأدوية الكورتيزون؟ سؤال مهم جدا، هذا السؤال مهم. الكورتيزون لا يكاد يخلو أي عيادة عيون من الكورتيزون، ونستخدمه بشكل كبير، لكن يفترض أن يكون تحت إشراف طبيب. الكورتيزون إذا أسيء استخدامه ممكن يسبب لا قدر الله ما أبيض وما أزرق. اللي إحنا قاعدين نشوفه في العيادة طال عمرك أن ناس مثل عندهم حساسية بالعين، والدكتور عطاه قطرة معينة فيها كورتيزون وتحسن الحساسية وراح الإحمرار، فصار المراجع يرتاح مع هذه القطرة، يقول ما أحتاج أروح الطبيب، يروح يصرفها ويستخدمها بنفسه، وهذا اللي يؤدي إلى مضاعفات. أي يعني هنا المقصود دكتور بالكورتيزون اللي هي القطرات، يعني مش إنه واحد مثلا اللي يتناول كورتيزون عن طريق الحبوب وغيرها، صحيح هذا اللي فهمته؟ لا طال عمرك القطرات وحتى الحبوب ممكن تؤدي لهذا الموضوع. طيب. نعم طبعا. خلينا إذا نعرف منك دكتور إيش هي الطريقة الصحيحة لاستخدام أو أخذ دواء الكورتيزون وفي نفس الوقت ما يأثر على صحة العين.
مهم من الواحد ما أخذه عن طريق توصية جيرانهم أو صديقاتها في العمل، تقول أنا أخذت هذه القطرة وراح الحمراء وراحت الحكة. هذا هو الخطر، لكن عن طريق طبيب لا، لابد. إحنا نتيجة هذه التحذيرات اللي قاعد نسمعها، وهي تحذيرات في غاية الأهمية، بعض المراجعين عندنا إذا كتبنا له قطرة ما يستخدمونها، يخاف أنها تسبب المضاعفات. فباختصار، إذا وصفت العلاجات عن طريق طبيب عيون إن شاء الله ما في إلا العافية. إن شاء الله يا رب. بس أعطينا نصائح كذا عامة عشان الواحد ينتبه لعيونه، لأن هذا أغلى ما نملك. أول نصيحة طال عمرك، عندنا في السعودية معامل الأشعة فوق النسجية عالي جدا، يكاد يصل إلى 11 خاصة في وقت الظهيرة، فلابد من استخدام نظارات شمسية وتكون العدسات بولارايزد عشان تحمي من دخول الأشعة للعين. اثنين، استخدام القطرات المرطبة خاصة في الوقت الحالي، نستخدم أجهزة والكمبيوترات والجوالات، فبنسبة كبيرة عندنا نوع من أنواع الجفاف. أنصح باستخدام المرطب، والمرطب اللي فيه مواد حافظة بترتاح العين وبتصير أمورك طيبة. شكرا لك دكتور فهد الودعاني، نورتنا، وشكرا على معلوماتك القيمة.